الاتحاد الشراكي يقدم درس آخر في الديمقراطية الداخلية من حيث التصويت على أعضاء المكتب السياسي. فمرت العملية في هذا اليوم هذا في جو ديمقراطي تسوده الشفافية والوضوح، والآن كنمروا العملية ديال الفرز ديال الأصوات بعد ما تمت العملية ديال التصويت في جو ديمقراطي. فثمانية ديال المكاتب على المستوى الوطني على المستوى الداخلي ومكتب على المستوى الجهات ديالنا في أوروبا. في هذا المساء هذا وصلنا للفرز ديال المكتب السادس. كل الاجواء كما نلاحظ اجواء ديمقراطيه، جو هادئ، جو اتحادي يسوده النضال الداخلي واعتبار المصلحه العليا ديال الحزب. فاليوم كنشهدوا درس اخر في الديمقراطيه اللي كيقدمها الاتحاد الشراكي كعادته في كل المحطات التنظيميه التي تعرف منافسه اخويه شريفه يسودها الاحترام بين كل المناضلين والمناضلات. واليوم كانت عندنا عمليه ديال التصويت على رئيس المجلس الوطني اللي فاز بها بنسبه ديال تفوق 90%. تم التصويت في 8 ديال المكاتب ديال التصويت. الفرز الان العمليه ديال الفرز هي عمليه نهائيه. اليوم باقي لنا جوج ديال المكاتب، المكتب ديال اوروبا، وغتسالي هذه العمليه ان شاء الله في جو ديمقراطي يسوده الحماس الاخوي والنضالي كما عهدناه داخل الاتحاد الشراكي، مدرسه للتربيه على القيم الاخلاقيه والقيم ديال التنافس الشريف والحر. كما لاحظ الجميع اليوم العمليه التقنيه تمت بالتصويت الفردي والسري داخل مكاتب ديال التصويت. من بعد تم تجميع مكاتب ديال التصويت في مكتب مركزي على مستوى القاعه اللي احنا متواجدين فيها اليوم. وهذا الفرز لاول مره كيتم فرز الكتروني، فرز مباشر عبر شاشات الكترونيه اللي كيشوفوه جميع المناضلين والمراقبين والصحافه الوطنيه، ويتم اعلان الاسماء المصوت عليها داخل كل لائحه، ويتم ابرازها في اطار الكتروني يشاهده الجميع. هذه العمليه هي عمليه تتركز على مبادئ اساسيه، هي مبدا ديال الشفافيه، مبدا ديال الوضوح، ومبدا ديال تكافؤ الفرص داخل المكتب السياسي المقبل ان شاء الله.